Thank you.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي. الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدع الإملاء باسم ذات العلية العظيم مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى. فصلي بحمد موارده سائغة هنية مبتدئا من الشكر الجميل مطايا. وصلي وسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتظر في الغرر الكريمة والجباه. أسمح الله تعالى رضوان يخص فطرة الطاهرة النبوية والصحابة والأتباع والضوالة. واستدعيه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغوايط في خطط الخطأ والخطأ. وحديث من قصة المولد النبوي برودا هسانا عبقرية. كاتبا من النسب الشريف في عقد دخل المسامع بفضل. وسلم بحول الله تعالى وقوته القوية. فله لا حول ولا قوة إلا بالله. قد الله بأمر الكريم بعرف شريف صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبعد فصلى سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه سيد بدر الحمد يحمل الخصال والثانية في هاشم واسمه عمر بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتم الارتقاء لوليا ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لدعواشه في بلاد قبضه عهد العرشيه الى ان عاده الله تعالى الى الحرم المحترم فحماهما ابن كلاب واسمه حكيم بن مرد بن كعب بن لؤي بن غالب بن بير واسمه قريش وجهه الموال القرشيه وما فوقه كناني كما جنى اليه الكثير وارتضى. ابن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس وهو اول من ادى البدن الى الرحام بالحرميه. وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مضر بن نزار بن معدل بن عبنان وذا سلق نظمت فرائده بنان سنة الثانية ورموه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشهر وعبا وتنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى ذهب إسماعيل نسبته ومنتمى.
اللهم صل وسلم وبارك عليه لسعة تسعد
أورد الزين العراقي وارده في مورد الهدي والرواه سلام صلى نور النبوة في أسانيد أمرهم البهية وبدر بدرهم في جبين جدي عبد المطلب وابنه عبد الله أقر اليوم وزر اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أراد الله تعالى إبراز في قدر المحمدية وقصيت الأرض بعد طول جدبها من النبات هللا سندسيا وأن الشجر للجان جنا ونقفت بحمده كل دابة لقريش بمثل الألسن العربية وقفت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وصل المشارق والمغارب والدواب والبحرية من سرور كأس حمية أطرار زمنه وانتهكت الكهنة وغبت الرهبانية كل حبر خبير وفي حلى حسنه وجدتموه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية سمسك عدوك محمد اليوم وسأمة عقبا عطل اللهم أمرك في جليل من صلاة وحده اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله سهران على مشهور أقوال المروية وبسيط المدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد استاذ بأقوال بني أدي من الطائفة النجارية ولم يستحيهم سهران سقيما يعانون سقمه وسقوى وأصبحنا لما في حمله على الراجي تسعة أشهر قمرية وعلى الزمان أيام جالية عنه سودا وعلى ليلة مولده الشريف آسية ومريم في نسوة من الحديرة القدسية فولدت صلى الله عليه وسلم نورا يتلالا السماء
ربي فاجعل مجتمعنا يا الله يا مصر ختامي ربي وبرد ربي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله واعطينا ما قد سألنا يا الله لنا ضياك الجسامي يا الله ربي وبرد ربي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله واكرم الأرواح منا يا الله منك خير لنا مي يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وابلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه ومهيا بالشمس منك مضيء أسورة وليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرورا بيومه وزيا يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وتكرمت بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء فمنهم كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتكرمت في أن قد ولد المصطفى وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف يا أئمة دهور وآية وروية فتوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم وعلى كرامه اللهم الله تقرر الكريم يهدي شديد من صلاة وتسليم kita atas biasa pun kita niatkan saya niatnya tuh rahmat samping Allah Subhanahu wa taala niatnya tuh mugi-mugi kumpulan kita ini tetap berkah tuhan kita keluarga kita dan sejarah kita sedaya amin dan kita mungkin juga ada tentang saudara kita sih ditembaki nanti mas Selandia Baru mungkin sedaya tansah binang binaringan taufiqah saking Allah Subhanahu mungkin termasuk yang megang kejah dan keadaan saya amin keadaan sholat amin keadaan syahid dan mungkin-mungkin buatan wanita kejadian atas mendapat malis dan mereka khusus pun dan umum pun dan negara kita amin amin dan kita doa ake sarang-sarang tumatang sedara kita yang akan lebih kenai musibah kita erop tol ake kira musibah banjir panjang Papua nanti mas Papua Banten, Jogja, mugi-mugi bila dengan santan setia dan menjadikan nama sultan dan santri dengan kesabaran saya Allah Allahumma amin dan mugi-mugi negara kita serotok rame sambil rame fitnah rame wadhan-wadhanan muka-muka binaringan sabda sedulur
Amin. Amin. Kita niat yang saya niat berakhir jembatan kita khususipun dan terdengar nawak dewi terus mengenal saudara-saudara kita. Alhamdulillah min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ila ruhi abibina wa shafina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa sallam ila azwaji wa dhurriyati wa ila shaykh madarifai wa ila shaykh Ibrahim al-Tasuki wa ila shaykh Abdil Qadir al-Jilani wa ila shaykh Ahmad al-Badawi ila habibi Abdillah ibn Alwi al-Haddad annallaha yu'li darjatihim bil jannah wa yanfa'una بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة ويجعلون من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا للأرواح بقى ستيا بقرتيب وكيا بقرتن بأسمعي بزيتون بمتي بمجا بدكيا بتيران بأي بأتري مولياني أبتي أبتت بسكتا أن الله يغفر لكم ويرحمكم ويسكنكم في الجنة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى بنية الفاتحة الأمان والحبيب عبد الله بن عربي الحداد وبجاهه وببركاته وبأسراره وبأنواره وعلومه وبحرمته وكرماته أن الله يجعل نيتنا في نيته. الأمان والحبيب عبد الله بن عربي الحداد نوينا وعلى كل نية صالحة جامعة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا
الإسلامي واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا Yeah.
دين الإسلام. يا قولي ويا متين اكفي شر الظالمين. يا قولي ويا متين اكفي شر الظالمين. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi shudurin nas, minal jinnati wan nas. Ibtadi'a ila ruhi habibina wa syafi'ina rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yansuruna fi zumratihim. Al-Fatiha. الفاتحة إلى روح سيدنا علي الوريدي وإلى روح سيدنا المهاجر الأعظم بن علي الفاسق إلى روح سيدنا الحكيم المبدع محمد بن علي العلوي وصالح مفرع مجمع ساداتنا لأبي علوي أن الله يقدس أرواحهم بالجنة وينور ضرائحهم ويعد علينا ببركات أسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وصحبه وسلم.
اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير، أن تفتح لنا بكل خير، أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أديانا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا وإياكم بالعافية والسلامة، وحققنا وإياكم بالتقوى والاستقامة، وأعذنا وإياكم بموجبة النجاة في الحال والمآل، إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أحبنا فيك ولأبابنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وصلي اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا.